about SpotScan, it's very important to highlight that we are complementing the work of the dermatologist, not replacing the dermatologist, because there is no way for the app to work alone. The app takes you to the dermatologist, who will continue to be and remain our main partner. ديت على شو عم بيصير هلا الساعه 53 دقيقه الساعه 5 الايفنت تبع لاغاش بوزي ليترلي بعد ماني لابسه ماني محضره حالي شعراتي ماني مزبطه شي فيهم سو ما بعرف كيف رح لحق وحتى ما بعرف شو بدي البس خليني ما بقى احكي خليني اروح بلش البس انا اوريدي كثير تاخرت هيدا من ناستي جيل جمب سوت مع شوز من جوتشي بينك باج لانه هيك اتس سوبر كيوت فيري يونغ Lebanon avoid the time between 12 and 3:30 in the afternoon. Always when you want to sit in the sun, either sit in the morning till 11:30, 12 and after 3:30, 4. Always be under a good protection, which I mean for the face, an umbrella or a hat, which is personal protection, and for sure, thermal water every 2 hours and re-putting the sunscreen every 2 hours. Please avoid touching your acne. يلي بتكون قصة بسيطة وسخيفة بتصير مشكلة عويصة and we will have the scars of acne and the pigmentation which is very bad. بدل ما العلاج يخلص بثلاث شهور then we are having a problem that may need laser, resurfacing, microdermabrasion. So you are worsening the condition. Please don't touch it. تجربة بلاستيك باك كتير مهضومة أول شيء الانفيتيشن اجي بهذا الشكل السكان سبوت سكان يلي أصلا كانوا عم بيحكوا عنا بالإيفنت كمان الجل إيفنت كان كتير مهضوم فسألونا عن النيو تكنولوجيا اللي هي نازلة سبوت سكان اوكي بس اخبركم شوي كيف الاب بتشتغل حتى نزلوها على تليفونكم لازم تكونوا منطفين كل يوم وشكم من الميك اب اذا عندكم عوينات بتحطوا عوينات شمس نظر شو ما كان شلون وبدكم تربطوا شعراتكم كرمال الكاميرا تبع التليفون تقدر like تفسر كل وشكم تشوف شو عنده عيوب I did the test and it went really good actually يعني الشيء الوحيد اللي قدر التليفون يشوف لي اياها هي انه كان عندي وحدة بلاك هات رؤوس سوداء كان عندي وحدة بس متى بقى my face was perfect كثير انبسطت انه عن جد الايام اللي بجي فيها سوبر تعبانة وما الي جلادة بجبر حالي بقوم بغسل وجهي وبحط my creams thank you so much لغاش بوزي و thank you بشرة so much for inviting me. هلا اخذوا لي التست تبعولاتي بس ما بعرف اذا حيبعثوا لي برودكتس بس انه اذا لا I already know like what products قالوا لي انه لازم اعوز و actually I can't wait to use them.